أهلا بيكم. بعد بكرة 8 يونيو هيكون فات 6 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر. النهاردة عملنا هذه الحلقة حلقة خاصة بمناسبة مرور 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي. عايزين نقيم ال6 سنوات اللي فاتوا تقييم موضوعي. ايه اللي الراجل قدمه للبلد؟ وايه الحاجات اللي منتظرين يقدمها؟ وايه ايضا المطالب اللي كنا نتمنى ان يتم انجازها ال6 سنوات الماضيه؟ لو انت قاعد قدامي دلوقتي وانت من جماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي بقول لك على طول اقلب المحطه لسبب بسيط: انت تعادي الدوله المصريه، انت تعادي ثوره 30 يونيو، وبالتالي انت معادي لعبد الفتاح السيسي. فالحلقة دي مش هتيجي على كيفك، فدور على حاجة تانية تتفرج عليها. لو انت من السيسوية وبتأيد عبد الفتاح السيسي هقول لك اقعد بقى اتفرج، لان ايضا هيبقى في اراء عليك ان تتقبلها. لو انت من المعارضين لعبد الفتاح السيسي ولحكومة الرئيس السيسي ولكن على ارضية وطنية، ارجوك اسمعنا، ستجد أيضا جزء من مطالبك نتقدم بها إلى الرئيس. أما إذا كنت من المواطنين العاديين البسطاء اللي بيشكلوا الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري، فهذه الحلقة ليك أنت تحديدا. عايز أقول لك إحنا عملنا إيه وتعثرنا في إيه وعايزين نعمل إيه. لما تيجي في البداية تقيم حكم حاكم ما، رئيس، ملك، زعيم، فانت عليك في العلوم السياسيه، معلش اقبل مني الكلمتين الناشفين دول، يقول لك حاجه اسمها السياق التاريخي للفتره اللي بيحكم فيها هذا الحاكم. يعني ايه السياق التاريخي؟ بالبلد كده وعلى الطبليه، يعني الظرف التاريخي اللي الراجل قاعد فيه على الكرسي. كانت الامور عامله ايه؟ هرجعك لسنه 52. احنا عندنا 3 حكام رئيسيين حكموا مصر، ماليش دعوه بقى بالفترات الانتقاليه والكلام ده، دول اللي قعدوا فترات حكم حقيقيه. ال3 حكام عبد الناصر، السادات، مبارك. في قاسم مشترك بين الـ3 ان ليهم هدف اسمه التنميه الاقتصاديه، انه لازم يعمل مشروعات ويقوي اقتصاد البلد ويقوي عملته ويوفر فرص عمل. اي حاكم في الدنيا بيبقى مطلوب منه ده. لكن هتلاقي هناك تحدي واحد فقط واجهه الرؤساء الـ3. يعني عبد الناصر التحدي بتاعه طوال 16 سنة حكم من 54 ل70 كان الاستعمار. ما هو مصر خرجت بقى من عند الاستعمار البريطاني وعملنا اتفاقية الجلاء إلى آخره. لكن كان عنده التحدي ده وخرج منه سريعا. وعنده تحدي آخر اللي هو التنمية الاقتصادية بقى، عايز يخرج المصريين من حالة فقر كبيرة إلى حالة استقرار وأمان اقتصادي. هو ده التحدي بتاعه. ماليش دعوة بقى عبد الناصر عمل إيه، بس هو استلم وهو قاعد على الكرسي اللقطة دي: خروج من دائرة استعمار ثم تنمية اقتصادية. ثم اذهب إلى السادات لما قعد على الكرسي، الظرف التاريخي بتاعه إيه؟ كان أيضا لقطتين. احنا اتفقنا كده عشان نتعلم في السياسة. التنمية الاقتصادية، اي حاكم في الدنيا لازم يعمل رفاهية اقتصادية واستقرار اقتصادي و و و ومشروعات وفرص عمل، ماشي. لكن كان مع السادات ايضا ازمة واحدة، قضية واحدة. خلي بالك انا دايما بقول لك اهو، كل حاكم من دول عنده قضية واحدة اللي هي ايه؟ المعركة، معركة التحرير، لان اسرائيل كانت محتلة سيناء وهو عايز يرجع سيناء. ونجح في هذا التحدي وخرج من الحكم، او اخرج يعني عبر استشهاده، وهو عمل لك تنمية اقتصادية وايضا محرر لك سيناء. مبارك كان عنده طوال 30 سنة التنمية الاقتصادية ايضا واللي احنا فهمناه، لكن كان عنده عنصر اخر تحدي، هتلاقي التحدي وحيد بس اللي هو ايه؟ الارهاب المحلي. هو يا خير في إرهاب محلي وإرهاب دولي؟ عيب يا راجل لما تسألني السؤال ده النهاردة 2020. الإرهاب المحلي يعني واحد بيفرقع لك قنبلة كده،
تحت اتوبيس سياحة، قتل سائح برصاص بتاع حاجات بهذا الشكل، وكان بيتم القبض عليهم، ما كانش بقى فيه خلايا عنقودية أو كلام. يبقى الظرف التاريخي لكل رئيس حكم مصر كان عنده مطلبين، واحد يعمل هدفين، تنمية اقتصادية وتحدي، عبد الناصر استعمار، السادات الحرب وتحرير الأرض، ثم مبارك الإرهاب المحلي. تعال بقى شوف عبد الفتاح السيسي الظرف التاريخي اللي قعد فيه. تعال عد معايا، انا جبت لك لكل رئيس، وانت لو انت راجل خمسيني زي كده هتبقى فاهم الكلام اللي بقوله على تحدي عبد الناصر، السادات، مبارك. السيسي بقى عنده مفروض يستلم زي اللي قبله اتنين تحدي، اللي هو تنمية اقتصادية ثم ملف صعب معاه. لا، تعال شوف التحديات اللي واجهت عبد الفتاح السيسي وهو قاعد على الكرسي. أول تحدي أن حدود مصر الأربعة، شمال شرق جنوب غرب، لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية على مدار 7000 سنة مهددة. الأربعة نفسهم؟ أشرح لك، أبسط، البحر المتوسط، الغاز، تركيا، حرب على حقول الغاز. ده الشمال، الشرق عندك إسرائيل، عندك إرهاب في سيناء. الجنوب عندك حكم لم يكن مرحب بثورة يونيو، حكم البشير. ماشي؟ عندك ليبيا خلاص مستنقع للإرهاب، ودخلت تركيا أيضا. يبقى دي أول تحدي عنده، الأربع حدود بتاعة الدولة المصرية خلاص تهديد. رقم تحدي رقم اتنين، أنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية مياه نهر النيل مهددة. حصل ده في 7000 سنة؟ الإجابة لا. يبقى علي أمن الأربع حدود، علي حللي مشكلة نهر النيل. تالت تحدي الإرهاب. لم يكن الإرهاب في عهد عبد الفتاح السيسي في الست سنوات إرهابا محليا زي الإرهاب اللي كان موجود في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بل كان إرهابا دوليا ممنهجا. ننكر؟ ده احنا مش كان في تصفيات للجيش والشرطة لإرهابيين جايين من كل دول العالم وجنسيات العالم، وإرهاب فين؟ في كل مصر. ده التحدي الثالث اللي قبله السيسي. التحدي الرابع انهيار اقتصادي. الدولار وصل لعشرين جنيه، وكاد أن يكسر العشرين جنيه، احتياطي نقد أجنبي مش عامل 16 جنيه، كهرباء منقطعة، طرق منفلتة، غياب الأمن والأمان. ده رابع تحدي يا قابل السيسي. خامس تحدي انهيار الدولة المصرية. الدولة المصرية كانت مهددة في حد ذاتها انهيار بالكامل. سادس تحدي وهو رفيق عبد الفتاح السيسي، لم يكن موجود في حياة الزعماء الثلاثة السابقين، اللي هو إرهاب الإعلام الدولي والسوشيال ميديا. هذا رئيس يتم عد الأنفاس عليه لحظة بلحظة، رئيس يتم التنمر عليه لغة وأداء وتصرفا وقرار، أعدله على السقطة واللقطة. مفيش حاكم مصري من 52 لحد النهاردة اتقعدله على السقطة واللقطة قد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلي بالك، انا مش جاي اقولك انا مع السيسي ولا ضده، مش جاي بقولك انا بحبه ولا بكرهه وعايزك تحبه ولا تكرهه، انا جاي اتكلم في توصيف المشهد. عارف زي ما انت بتروح للدكتور كده، فالدكتور يقولك الراجل ده عنده واحد اتنين تلاتة اربعة، بس هو مش ضده ومش معاه، بس انا بوصفهولك، وبقدر الامكان حريص في الحلقة دي ان احنا نتسم بالموضوعية، ان نقدم ما ينصف الرجل، وايضا ننتقد ما جرى الإخفاق فيه، ثم نقدم ما نتمناه في السنوات الماضية. متفق معايا في التحديات دي ولا احنا مختلفين؟ يبقى كل رئيس جه على مصر كان عنده تحدي واحد مع التنمية الاقتصادية. عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري الوحيد اللي عنده ست تحديات قاتلة. هعيدهم تاني عليك، حدود أربعة مهددة، نهر النيل لأول مرة
مهدد، إرهاب دولي وليس محلي، انهيار اقتصادي، دولة مصرية كادت أن تسقط، معركة إعلام دولي وسوشيال ميديا. ده اللي كان موجود؟ ده اللي كان موجود. ورغم ذلك السيسي وقف وقبل تحدي. هل الراجل قال ما حدش يكلمنا أنا عندي إرهاب دولي ولازم أأمن لكم الدنيا والكلام ده؟ ولا الراجل قال لا أنا عاوز أشتغل برضه؟ كان ممكن يرفع شماعة، لا أنا عندي إرهاب بقى، هو أنا ألاقيها من بره ولا من جوه؟ وكفاية إن أنت تلاقي لقمة العيش. لكن هو أصر على المعركة الأساسية بتاعته اللي هو التنمية، ونجح خلال 6 سنوات إن هو يعمل إنجاز حقيقي على الأرض. وأنا النهاردة لما أجي بخاطبك كمواطن وبكلمك عن إنجازات رئيس مصر اسمه عبد الفتاح السيسي، فأنا مش جاي أقول لك جمل مطاطة، يعني مش جاي أقول لك مثلا مد يد العون ودعم الاستثمار الداخلي والخارجي، لا مش هبيع لك، رغم أنه حقيقة، بس أنا جاي أقول لك اللي أنت استفدت منه بشكل مباشر، اللي انت استفدت منه كمواطن بشكل مباشر، اللي ما ينفعش بقى لقناة واخوان تدخل فيه ولا الجزيرة ولا اي حاجة. وانا معركتنا مش معه، انا جاي النهاردة اتكلم عن الدولة المصرية اللي بيحكمها في هذا الظرف مواطن مصري اسمه عبد الفتاح السيسي. يعني انا جاي اتكلم عن الدولة المصرية بمناسبة مرور 6 سنوات على احد ابنائها وهو بيدير وبيرأس هذا المشهد. طيب ماذا فعل عبد الفتاح السيسي لينا كمواطنين؟ مثلا الإسكان الاجتماعي، هل نقدر ننكر انه هو اول رئيس يسعى لانشاء 1,000,000 وحدة سكنية استفاد منها البسطاء والغلابة؟ ما اقدرش انكر، لان انا احد الاشخاص اللي كنت بتواصل دايما ولا زلت مع وزارة الإسكان لتوفير هذه الشقق للبسطاء والغلاب. بدأ المشروع 90 متر متشطب ب 135,000 جنيه، النهاردة تقريبا ب 230,000 بعد التعويم والكلام. انت استفدت منه؟ استفدت منه. أنشأ 20 مجتمع عمراني جديد، طبق جديدة، دمياط الجديدة، الكلام ده، العالمين، الكلام. عمل ده. لما تروح للبسطاء والفقراء عمل مشروع حقيقي اسمه تكافل وكرامة. بص تكافل وكرامة ما بقولكش هو أغنى الفقير، عارف الحياة صعبة، بس لما الحكومة تمد إيديها وعبد الفتاح السيسي يقولك أنا عايز أدي كل مواطن 500 جنيه، أي حاجة تسند الزير، زي بيقولوا نوايا تسند الزير. رفع الحد الأدنى للأجور ل2,000 جنيه، ده واقع؟ ده واقع. هتيجي تقول لي اصل ده يعادل 1000 جنيه زي قبل الدولار والكلام، عايز اقول لك في حكام سابقين مروا على مصر كان الدولار بيتغير سعره والجنيه قيمته بتنخفض، ومع ذلك ظل متوسط الاجور كما هو. بدي لك امثله. لما تروح للصحه عمل 3 حاجات حلوين قوي. عمل مشروع 100 مليون صحه، كشف على 100 مليون مواطن، الناس لأول مرة تكتشف عندها فيروس سي يا راجل، وسكر وضغط. أنا أحد الناس كنت بفكر المشروع ده للأمانة يعني حاجات بقى من اللي بتعملها الحكومات والأغاني والأناشيد، لكن رحت وخدوا عينة الدم وحللوا وشافوا الكلام ده، ومش هقولك طلع عندي. لكن عمل ده، عمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة، عمل أعظم قانون، وأنا قلتها منذ صدور هذا القانون حتى الآن أن أعظم قانون صدر من البرلمان على مدار 70 سنة قانون التأمين الصحي المباشر الشامل، اتطبق في 5 محافظات بس هيتطبق. ده إنجاز غير عادي. عايز كمان أقول الكهرباء، الراجل طلع أكتر من مرة يعتذر للمصريين، احنا مرة صحينا 7 الصبح مصر كلها قطع نور، صح ولا لا؟ ومع ذلك الكهرباء رجعت. النهارده عندنا فائض كهرباء بنصدره.
انا وانت ممكن ما نكونش حاسين بده، بس لازم تسترجع ده برضه. ما هو الراجل برضه لما يعمل حاجة انا عايز اقول له انت احسنت، عشان لما اطلب منه يبقى لي عين برضه، هقول له اه انت عملت وعملت، لكن عايزين كيت وكيت وكيت. وهنقول ده في حلقتنا النهاردة. عايز اقول ده كمان في الطرق، 7000 كيلو طرق، مفيش مواطن والله الى انا ما زرتش اسكندريه بقالي كام شهر طبعا علشان الكورونا وكلام. النهارده صديقي العزيز استاذ طارق اسماعيل الكاتب الصحفي الكبير مدير تحرير الاهرام بيقول لي انت لما هتيجي اسكندريه المره الجايه هتشوف حاجه تاني خالص، يعني تطوير. قلت له انت بقى لما تيجي القاهره هتيجي تشوف حاجه تاني خالص، احنا بقينا بنتلخبط في شوارع القاهره لما بنسوق فيها وكده. عمل الطرق بين المحافظات رصد 10 مليار دولار لده المعاشات زودها، وحكم المحكمة بالخمس علاوات وافق عليه. هو أول رئيس حقيقي جد في حل مشكلة العشوائيات، رئيس جد فعلا. عمل الأسمرات، عمل بشاير الخير، عمل غط العنب، وممكن يكون عمل حاجات تانية بس أنا الذاكرة لم تسعف، لكن عمل تل العقارب. فالراجل حقيقة دخل في ملف العشوائيات. ملف العشوائيات أنا صحفي قديم كنا نقعد نشتغل عليه كده كل شهرين ثلاثة لما نلاقي فيه يعني مساحة فاضية ومش عارفين هنملاها ازاي، خلاص هات يا ولد موضوع عن العشوائيات، مشكلة مزمنة ما بتخلص وخلاص. النهاردة الراجل حل ده حقيقة. عمل الإصلاح الاقتصادي اللي السادات الله يرحمه السادات العظيم كان حاول فيه في 77 لضيق الأفق عند قطاع من المواطنين، أحزاب سياسية، طيارات دخلوا سخنوا الدنيا عليه، الظرف السياسي، فالراجل تراجع. بس لو كان حصل أيامها الإصلاح الاقتصادي ما كناش وصلنا للأزمة دي. عبد الفتاح السيسي عمل سياسة خارجية متوازنة، ولأول مرة أنت أمام حاكم مصري يعمل تنويع في مصادر السلاح بدليل مكانة جيشك النهاردة. بالمناسبة كل ما ذكرته لك لا تستطيع أن تكذبني فيه، بغض النظر عن موقفك من عبد الفتاح السيسي أو رأيك فيا كإعلامي، لكن أنا بقول لك الشقة دي خدها ابن خالتك في الإسكان الاجتماعي، الطريق ده أنت راكب عليه الميكروباص، الكهرباء دي منورة في بيتك، صح ولا غلط؟ العشوائيات اللي قرايبك فيها نقلوا منطقة تانية. إذن أنا لحد الوقت أهو زي عهدي معاك من أول يوم في البرنامج مش ببيع لك الفنكوش، وقلت لك ولا جاي أتكلم لك على استثمارات داخلية ولا خارجية، وفي نفس الوقت ما بقولكش أن سيسي رجل منزل من السماء لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف أبدا، ولا بقولك أيضا أن الرجل لم يخفق في حاجات، ومش بقولك أيضا أن الصورة زي الفل وما فيش أحسن من مواطنين المصريين على الأرض، لا. بس خلينا نشوف او ندي في هذا الجزء من الحلقة ما فعله الرجل فعلا، وانت بتبص على الانجازات دي لو سمحت حطها في اطار الظرف التاريخي اللي استلم فيه الحكم وسط 6 تهديدات قاتلة. تعالوا نشوف تقرير عن المشروعات القومية الكبرى في عهد عبد الفتاح السيسي، ثم نرجع ونتكلم على ما الذي نتمناه أو نأمله أو ننتظره أو ما الذي تطالب به بعض الأصوات المعارضة بمعنى أدق، لكن بعد ما نشوف التقرير ده. مدتها السنوات الستة الأولى من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت كثيرا من القطاعات، كان أبرزها هو إنشاء المدن الجديدة، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية، منها العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، ناصر بغرب أسيوط، الإسماعيلية الجديدة، رفح الجديدة، مدينة الجلالة، الفرافرة الجديدة، العبور الجديدة، تشكى الجديدة.
شرق العوينات، سفنكس الجديدة، بئر العبد الجديدة، أسوان الجديدة. توسعات عمرانية لم تتوقف معها إنجازات البنية التحتية، وأهمها في مجال الطرق والكباري، كان أبرزها تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع بإجمالي استثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، أبرزها طريق القاهرة أسيوط الغربي وطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي بطول 120 كيلومتر، وكذلك إنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلومتر لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، وإنشاء محور رود الفرج المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الطريق الدائري الإقليمي وطريق الجلالة الذي يربط القاهرة بالغردقة. قطاع الكهرباء خلال سنوات حكم الرئيس السيسي تحول من عقبة في طريق التنمية قبل عام 2014 إلى أكبر مدخلات التنمية، بعد أن رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تقدر بقيمة 614 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربائية من خلال تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة عبر إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية لزيادة القدرة بأكثر من 25,000 ميجاوات، كما تم افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة البرولوس بني سويف، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية. وتبقى ولاية السنوات الستة للرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأكثر إنجازاً على أرض الواقع، والتي بدأ المصريون يجنون ثمارها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. المشروعات القومية دي كانت مطلوبة أيضاً لأنها عملت نمو. الدول اللي بتبقى خارجة من حروب وعندها كساد، ألف باء الاقتصاد يجوا يقول لك خلي الحكومة نفسها تطلع فلوس من الدرك وتطلع تعمل كباري وإنشاءات، لأن ده بيحرك عجلة الاقتصاد وبيوفر فرص عمل. اتفق أو اختلف، لكنها أصبحت أمرا واقعا، واللي بتعمله النهاردة بقرش بكرة بعشرة. قلت لك قبل التقرير إن ده جزء إحنا بنعرضه، ده جانب مهم ومسيطر على الصورة، اللي هو إنجازات حقيقية تحققت في عهد السيسي. بس هل ده كل شيء؟ ولا احنا ايضا طمعانين؟ لا طمعانين. احنا طمعانين مثلا في عودة السياسة، لان السياسة اختفت طوال 6 سنوات. مفيش مشهد سياسي، مفيش شخصيات سياسية في الشارع على الاقل تساند الدولة في مواقفها. مفيش نقابات، حركة مجتمع مدني. ده مطلوب، لان مفيش مجتمع ممكن يعيش بدون سياسة. وفي مصطلح سياسي شهير يقول لك لو لم تكن المعارضة موجودة لأوجدناها، وما فيش نظام حكم يمشي على ساق واحدة. في بعض المدارس السياسية بتقول لك إن الدول اللي بتواجه حروب عنيفة وتحديات قاتلة زي اللي واجهتها الدولة المصرية ولا تزال، حاجتين بيختفوا، الحريات والسياسة، وحاجتين بيبقوا مسيطرين على ذهن الدولة أو الحاكم، قوة الدولة، الأمن بتاعها، وتوفير لقمة العيش. لكن رأيي الشخصي إذا كان هذا مطلوبا أو محدش بيناقشه في الفترات السابقة أو السنوات الأولى من حكم الرئيس السيسي، لكن أعتقد أن السياسة ينبغي أن تعود للمشهد المصري. ما ينفعش عندنا 104 حزب مش فاكرين ولا حزب، ما ينفعش ده يبقى أداء البرلمان، ما ينفعش ده أداء النقابات. الدولة محتاجة أيضا ظهير سياسي، مش حزب ليها، لا قوة ناعمة تساعدها. أيضا في ملف تاني عايزينه يتفتح مرة أخرى، لأنه اتفتح مرة واحدة واتسكت عنه. هناك بعض السجناء أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بالرأي. عشان كده أنا بناشد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة وتحديدا الأجهزة الأمنية، أنا عارف الهاجس الأمني من حقه
يسيطر على فكر صانع القرار في الدولة المصرية. بس مش معقولة كل واحد يكتب رأيه على الفيسبوك أو يعارض أو 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 يبقى الراجل يروح يحبس احتياطيا. كان في لجنة برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب اتشكلت قبل كده وخرج بعض الناس، بس اللجنة دي مش موجودة. أنا أتمنى الإفراج عن قطاعات كبيرة تحديدا من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي. عايز الحريات تعود، حريات أكثر في وسائل الإعلام، حريات مسؤولة أيضا عشان أكون أمين ودقيق، مش حريات الفوضى. للأمانة وأشهد الله إن أنا بقول كل اللي أنا عايزه في هذا البرنامج، يعني أنا لسه بقول لك هو أنا عايز الإفراج عن سجناء الرأي، عايز انفراج السياسية، عايز حريات، أنا بقولها لك على الهوى، هو رزق ورزق على الله. وقلت كتير قبل كده في مطالب لو تفتكروا في شهر سبتمبر وأكتوبر ولم يغلق البرنامج والناس كانت قلقانة وكلام ليه؟ لأن الواحد بيتكلم من أرضية وطنية، ليس لنا صالح إلا الوطن. أنا قلقان من الديون كمواطن، الديون عدت 110 مليار دولار، عايز خطة اقتصادية، والرئيس اجتمع بالحكومة أكثر من مرة. أنا قلق من الدين الداخلي، 5 تريليون جنيه، 5000 مليار جنيه، بيلتهم جزء كبير من إيرادات الدولة. عايز أيضا ملف كمان اسمه التصنيع، عايز قوة في هذا الملف. اللي أنا شفته من مواطن مصري اسمه عبد الفتاح السيسي إنه لما أراد يعمل 20 مدينة صناعية عملها بتكت زر. هو كده بقى، هو الراجل كده، ممكن تسميه رجل الإنجاز، إنجاز التعبير. وبالتالي أنا عايز تصنيع. معظم الآراء النقدية اللي بتوجه للمشروعات القومية زي الطرق والكباري والكلام ده يقولك دي فلوس بتنفق بس مفيش إيراد ليها. عايزين إيراد. الإيراد يعني إيه؟ مصنع هشغل عيالي، هصدر للخارج، هجيب عملة صعبة، هوقف استيراد، الكلام. يبقى أنا بحدد مطالبي من الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تبقى من فترة حكمه الثانية، عايز الانفراجة السياسية، عاوز التصنيع، عايز يقدم لنا خطة أو من حكومته لكيفية السيطرة على الدين اللي بيتفاقم، الإفراج عن سجناء الرأي، وأيضا الحريات. تعالوا بقى نشوف هذا التقرير عن القطاعات الاقتصادية ماذا فعل مع عبد الفتاح السيسي في 6 سنوات، وارجع علق عليه واطلع فاصل ونبدأ نتلقى مداخلات قيمة لتقييم المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلام. بس نشوف هذا التقرير وارجع علق عليه. كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة ليكوا يا شعب مصر. سنوات مرت على استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، أهم ما يميزها هو كم المشروعات التي تم إنجازها في وقت قياسي. أولها كان مشروع قناة السويس الجديدة والذي نفذ في سنة واحدة فقط. لم تخفل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بربط سيناء بشبكة أنفاق عملاقة من خلال إنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين في نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس. ومن أضخم المشروعات القومية التي تم إنشاؤها هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس، تشمل موانئ شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العريش، الطور، العين السخنة، الأدبية، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية: العين السخنة، شرق بورسعيد، وادي التكنولوجيا، القنطرة غرب. وكان الاستثمار الصناعي فرصة كبيرة في ال6 سنوات الأولى من ولاية الرئيس من خلال إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، مثل مدينة روبيكي للجلود، مدينة الأثاث بدمياط، مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، المنطقة الصناعية بوسط سيناء. أما عن القطاع الزراعي فكان الاهتمام الأكبر والأهم من خلال بدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020.
منها ضخ نحو 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى. تم الانتهاء من 90 مشروع منها، حيث تم استصلاح آلاف الفدادين من الصوبة الزراعية والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان. قطاع البترول كان يعاني من أزمات عدة قبل عام 2014، لكن إدارة الرئيس السيسي نجحت في تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في 2011 إلى 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حالياً، وسيتم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020. إنجازات عدة في كثير من المجالات من أنفاق وشبكات طرق عملاقة واستثمار صناعي وزراعي ومشروعات توليد كهرباء وغيرها، لتؤكد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال 6 سنوات إنها قادرة على العبور بمصر إلى حقبة التطوير والتنمية التي كانت طوال الوقت حلماً يتغنى به الكثيرون، لتأتي هذه الإدارة لتنفيذ كل ما نحلم به في أوقات قياسية، والقادم أفضل. القادم أفضل بإذن الله. هذه مشروعات رأت النور وليست مجرد برنامج انتخابي لرئيس أو مرشح انتخابي، لكن هتوقف أمام الأربع أنفاق العملاقة اللي تربط لأول مرة الدولة المصرية بسيناء. على مسافة 7000 سنة كانت سيناء شبه مقطوعة، ونفق الشهيد أحمد حمدي الوحيد اللي كنا بنحتاج بس لما عايزين نعدي نروح سيناء. الرقعة الزراعية اللي زادت فعلا، ثم مشروعات قومية كبرى زي الطرق والعشرين مدينة جديدة من الأجيال الجديدة للمدن. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نبدأ نقيم أول حاجة مشهد السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي طوال 6 سنوات مضت من حكم. السيدات والسادة، إن مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعاً بكل تنوعاتنا وبكل ثرائنا الحضاري، وإيمانا مني بأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا. أنا بقبل إنك أنت ما تكونش متوافق مع فكري خالص، وليك فكرك أنا هقبله، هقبله بشرط إنك تعيش في وسطينا من غير ما تأذينا. والله 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 لن نسمح لحد يهد البلد دي. كيف أدار الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسة الخارجية للدولة المصرية طوال 6 سنوات من حكمه؟ استلم الرئيس الحكم وكان الاتحاد الأفريقي مجمد عضوية مصر. دول أوروبية كتيرة كانت ضد الاعتراف بثورة يونيو. معايا للتعليق على السياسة الخارجية في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي المفكر السياسي الكبير أستاذنا الدكتور مصطفى الفقي. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء الخير، أهلا وسهلا. أول ما الرئيس تولى الحكم كان عندنا مشكلتين، مشكلة مع الاتحاد الأفريقي عندما جرى تجميد عضوية مصر، ثم رفض بعض الدول الأوروبية النافذة لثورة المصريين في يونيو. كيف نجحت مصر في عهد السيسي في عودتها للاتحاد الأفريقي، وكيف نجحت في القفز فوق أزمتها دي؟ أنا أعتقد أن الجزء الخاص بالسياسة الخارجية المصرية هو من أفضل إنجازات الرئيس السيسي، لأنه بدأ تقريبا من ظروف معقدة وصعبة للغاية. كان هناك يعني محاولات
الإخلال من شأن 30 يونيو والعداء مع قرارات 3 يوليو وانحياز للإخوان بحكم تأثيرهم الإعلامي ودور زي دور تركيا وقطر ودول أخرى. الدول الأفريقية كان وصل لها الأمر فأدى هذا إلى تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. يعني كانت الصورة مظلمة ومقلقة للغاية. الدول الأوروبية لم تكن مستريحة لكثير مما جرى في مصر، ولكن الرئيس السيسي استطاع وإدارته أن تمضي بهدوء لاختراق كل هذه المشاكل والخروج منها. عدنا إلى الاتحاد الأفريقي. زار الرئيس السيسي الدول الأفريقية، أنا في رأيي مجموع ما زاره كل الرؤساء المصريين من قبل للقارة. شوف زار أديس أبابا أظن 3 مرات، وزار أوغندا، وزار ما فيش دولة تركها في أفريقيا، وزار السودان 3 مرات وجنوب السودان. يعني استطاع أن ينفد إلى قلب أفريقيا وأن يعطيها الاهتمام الذي يليق بها ويؤكد حرصنا عليها. فأنا بتهيالي هو يعني رفع الغمة عن علاقتنا بأفريقيا التي كانت قد تدهورت في فترة معينة. الأمر الثاني هو أنه علاقتنا بالدول الأوروبية، علاقتنا بفرنسا علاقة جيدة، علاقتنا بألمانيا علاقة طيبة، علاقتنا ببريطانيا مستقرة، علاقتنا بإيطاليا طيبة. كل هذه الأمور كانت بجهد كبير، خصوصا ونحن في بلد بؤرة مشكلات. شوف الوضع عندي شكله ايه الان. صحيح، محاط من كل ناحية. شوف المغرز اللي بيعملوه في ليبيا، والهدف الاساسي منه هو مصر بالدرجة الاولى. صحيح، هو حصار مصر وتطويق مصر والتضييق على مصر. شوف موضوع سد النهضة والمباطلة والالعاب فيه، هو نوع من محاولة خنق مصر. شوف ما يجري في سيناء، هو محاولة لتقسيم مصر وارهاق مصر واستنزاف جيش مصر. في ظل كل هذه الظروف يطلع الغاز في البحر المتوسط، ينط أردوغان ويلعب في شرق المتوسط ويفتعل مشكلات مع قبرص ومع اليونان. الرئيس السيسي كان من الذكاء انه عمل علاقات قوية جدا مع اليونان وقبرص. صحيح، من اول وبالتالي مرة. وبالتالي كان هناك يقظة واستباق للمواقف العدائية لمصر من جانب اطراف معينة في المنطقة. ويعني هل هناك يا استاذ محمد تفسير لما يفعله أردوغان إلا أطماع عنصرية عثمانية أوهام؟ إيه اللي يخليه يسيب بلده ويجي يخش في الخلافة بقى وإعلانه؟ عايز خلافة وأطماع اقتصادية وبترول وأطماع استراتيجية ومحاولة فرض الإخوان المسلمين على مناطق مختلفة في المنطقة، لأنه هو ده راجل أحد زعامات الإخوان المسلمين أردوغان. صحيح، لمن لا يعرف هو أحد الزعامات التاريخية للحركة. طب دكتور مصطفى، رغم كثافة الزيارات الرئاسية لعبد الفتاح السيسي لأفريقيا، لكن ملف سد النهضة لا يزال جامدا. لأن هذا ملف يا أستاذ محمد ملف كيدي، ما هوش توريد كهرباء. توريد كهرباء كان شوية سدود صغيرة بتوربينات تحل المشكلة، ما تعملش كل هذه التكاليف الباهظة. لا، دي محاولة للسيطرة على مصر من خلال المياه، والكل ضالع فيها. يعني الكل ضالع فيها طبعا. يعني بالتأكيد إسرائيل لا تريد أن ترى مصر مزدهرة. بعض أشقائنا العرب تهاونوا في الضغط على إثيوبيا في هذا الموضوع، ما حدش يزعل، وإحنا عارفين وهم عارفين. يعني لو وقفت الدول العربية اللي لها استثمارات في إثيوبيا ضخمة، وبعض هذه الاستثمارات تسرب إلى السد نفسه وبناؤه، لو قالوا إن محاولة خنق الشقيقة الكبرى هو عدوان علينا جميعا، كانت إثيوبيا وقفت انتباه. صحيح، الفلوس تتكلم، ماني توكس، محدش عمل كده. بس الدول الأفريقية، الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي يعني مش واخد موقف حد يعني. لكن في واحد أثار نزعة عنصرية اللي هو جاكسون القسيس الأمريكي اللي كنا بنحبه، جيسي جاكسون، وبنقابله مقابلات طيبة، طلع يقول لك انه دعم اثيوبيا ده اتجاه لابد منه، والا موقف مصر موقف كاتب منصوري. مقال النهارده كده هل هذا معقول؟ طبعا غير معقول على الاطلاق. في طيب. محاولات، انما الحسن حظ برضو ربنا بايه بيلحقنا ساعات. سقوط نظام البشير خلى الضغط علينا في المجموعه الثلاثيه اللي هي اثيوبيا والسودان ومصر مختلف. على الأقل السودان يقف محايد، على الأقل الأول كان يناصبنا العداء. صحيح، كان طبعا كان بيأيد طبعا، ولك ده في مكاسب ضخمة للسودان وللشعب السوداني لا تصدقه. مصر بتهلل على الفاضي إن هذا السد سيأتي إلينا بالكهرباء وزراعة الأراضي، نحن مستفيدون منه كما تستفيد إثيوبيا.
كل ده كان نصب، مش صحيح الكلام على الإطلاق. ده هيضر السودان زي ما يضر مصر بالظبط، الاثنين دول مصاب. ايه اهم القرارات الخارجية في السياسة الخارجية من وجهة نظرك اللي جنبت مصر ازمات خطيرة والرئيس سيسي اتخذها؟ انا هقول لك حاجة، حالة التوازن اللي عملها، يعني احنا لأول مرة نستطيع ان نتعامل مع الامريكان بندية واحترام. وبرضو لحسن الحظ ان ترامب اللي جه ما جاتش الست التانية اللي كانت يعني هيلاري كلينتون والحكم الديمقراطي كتير. كانت هتعمل كتير ضدنا. ايضا الرئيس عنده قدرة على الصبر وعدم الاندفاع في مواقف معينة. يعني دعينا بضغوط كثيرة في مرحلة معينة للدخول في مغامرات عسكرية في المنطقة. السيسي رفع شعار اللي هو بتاع مسافة السكة، مسافة السكة لحماية أي دولة عربية من عدوان خارجي. لكن لا ندخل بين الأشقاء العرب. لأن كلها أرض ده عربية. ده تعبير مسافة السكة اللي حضرتك فهمته. ده اللي فهمته طبعا. وهو ده المفهوم. إنما ما تجيش تقرر الدخول في معركة لا تستشيرني فيها ولا أعرف أبعادها وتقول لي مسافة السكة، لا. لابد أن نتفق وأن نتفاهم وأن نعرف الحرب ليست نزهة. الحرب هي أشق العمليات في حياة البشر وأصعبها وويلاتها معروفة، ومصر عانت من هذا وتدرك ذلك. وبعدين مصر مش بلد هافية، ده عندها جيش أحد الجيوش العشرة الكبرى في العالم. ما بيشتغلش كده يعني يروح وتعالى، لا. فأنا رأيي أنه الصواب الحقيقي جاء من حالة التوازن وعدم فتح جبهات وإغلاق الصراعات قدر الإمكان والصبر والمحافظة على الموقف المصري، إلا عندما يصل الأمر إلى الاستفزاز المباشر. يوم ما تذبح لي 21 واحد على البحر هناك عندك لابد أن تضرب بالطيران في نفس الليلة، ده موضوع تاني. إنما ما عدا ذلك مصر حبل صبرها طويلة وتؤمن بأنها أكبر وأقوى من كل ما يحاك ضدها. ومصر شافت كتير، تاريخها كله كده، تاريخها كله كده، ضغوط داخلية وخارجية. استقلالية القرار السياسي المصري نقدر نتكلم عنها؟ يعني نقدر نقول القرار السياسي المصري في عهد السيسي مستقل ولا شبه مستقل؟ مستقل تماما. دليلك ايه؟ دليلي انا شفت في عهود اخرى كان يجي الامريكان عايزين 3-4 طلبات مننا، يرجعوا معهم 5 متوافق عليهم، مش نتيجة ان حد عميل امريكا، لا. ان الناس كانت متصورة ان لما تقول لامريكا لا يعني دي نهاية العالم، لا. وامريكا عارفة ان انت بتاخد حاجات من روسيا وبتاخد حاجات من المانيا وبتاخد اسلحة من فرنسا، كل ده عارف، وغواصات من المانيا، كله بيقبلك على ما انت عليه. هو ده استقلالية القرار. ما فيش حد بيملي عليك موقف معين، لا اقليميا على المستوى العربي ولا دوليا على المستوى العالمي، ما فيش كلام من ده. تأثير مصر في المنطقة شايف ليها تأثير؟ يعني طبعا ده مهما شوف، يعني مهما تطاول علينا البعض ومهما شاب الصغار على الطوق وشتم وقالوا، مصر هي مصر. مصر هي نافذة الثقافة، مصر هي بوابة العسكرية، مصر هي طاقة النور في كل المنطقة، ما تسمعش الكلام. هم يعرفون ذلك في أعماقهم جميعا ويدركون أهمية مصر وقيمتها. وهو اللي وجع أردوغان إيه؟ ما هو إن مصر صامدة وواقفة، وكل يوم يعملوا ضدها مؤامرة، وكل يوم يعملوا لها عملية تفجير، وكل يوم عملية اغتيالات. إنما لا تنحني ولا تركع ولا تنهار، عصية على سقوط. تغيير نظام الحكم في أمريكا لو ذهب الحزب الجمهوري وجاء الديمقراطي تفرق مع مصر؟ والله شوف، تصور التركيبة شكلها إيه يعني. ما حدش قال برضو إن ترامب بتاعنا من إيه تزد، لا. صحيح. أمريكا هي أمريكا. وهناك الاختلافات في السياسات ما بتبقاش ضخمة. لأن الحكم الفردي ما هوش المؤثر. ده في مؤسسات بتحكم وفي مقدمتها الكونجرس. الكونجرس يعني مثلا أنا في رأيي بالحاجات اللي كانت دعمانة جدا عند الأمريكان موقف البنتاغون، وزارة الدفاع. وعلى فكرة يرجع الفضل عبد الفتاح السيسي من أيام ما كان وزير الدفاع في تواصله الدائم مع وزارة الدفاع الأمريكية. وإيضاح الحقائق أمامهم وتفسير المواقف. كل ده أدى إلى حالة من حالات كانوا يقفوا أمام الإدارة الأمريكية ويقولوا لأ، محدش يعني يضغط على مصر في هذا، نسيب لمصر كذا، مفيش حد يلعب في المعونة بهذه الصورة. لأنهم عارفين قيمة العسكرية المصرية. أنا بودني وعناية دي سمعت وزير الدفاع الأمريكي بيقول في الجزيرة، في الجزيرة القناة المعادية، ويبقى الجيش المصري هو أكبر جيوش المنطقة وأكثرها مهنية.
هذا اعتراف هم يعرفوا قدرك كويس، يعرفوه حتى لو تطاولوا. اه طبعا يا اخي الحاجات دي كلها هتعمل ايه يعني، هذا قدرك انت في منطقه صعبه جدا من العالم، مركزيه على البوابه الشماليه الشرقيه لافريقيا، في تماس مع اسيا قريب من مباشره من اوروبا. ده انت جنوب اوروبا يا راجل، ده انت ساعتين لليونان وساعتين ونص لايطاليا وثلاث ساعات للنمسا واربع ساعات لباريس وخمس ساعات للندن، ما فيش خلاص يعني، انت قريب جدا من اوروبا، انت جنوب المتوسط، انت اكبر دوله في جنوب المتوسط. صحيح صحيح امام الجميع. وبعدين علاقاتك بقى بالكتله الاسيويه علاقات طيبه، انا رايي ان علاقتنا بالهند طيبه وعلاقتنا بباكستان طيبه وعلاقتنا بالصين طيبه جدا، علاقتنا بروسيا يعني في تقدير متبادل بين القياده الروسيه وبيننا، وكل واحد عارف ان في مساحه اختلاف يحترمها للاخر، وهو ده المطلوب. ما فيش احلاف متطابقه دلوقتي، ما فيش ان احنا نبقى زي بعض في كل حاجه، انما لو بقينا زي بعض في 70-60-70% كويس قوي، ده بقى انجاز دلوقتي، انجاز دلوقتي اديك بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا للمفكر السياسي الكبير استاذنا الدكتور مصطفى الفقي. محتاجين بعد ما اتكلمنا عن السياسه الخارجيه طوال 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجهه نظر الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي، نذهب الى ملف الاعلام. ماذا جرى في المشهد الاعلامي طوال 6 سنوات مضت؟ ما الذي تحقق؟ ما الذي ينقص الاعلام الان؟ هل التضييق على المنصات الاعلاميه ده فرضته ظروف تتعلق بتهديد الدولة ثم ننتظر حدوث انفراجة كبيرة؟ كيف نتحدث عن إعلام الدولة القومي؟ هل ترفع الدولة أو الحكومة يد عنه أم تعود إليه؟ معايا الأستاذ الدكتور أستاذ الإعلام دكتور سامي عبد العزيز. مساء الخير دكتور سامي. مساء الخير أستاذ محمد. والأول خليه بس قبل ما أخش في الحوار أسألك، ممكن أسألك سؤال الأول؟ فضل. هو لما انت عملوا لك الكشف موضوع بتاع صحه 100 مليون طلع عندك ايه؟ انت قلت مش هقول. طب ليه الكلام ده؟ اقول لك بعد الفاصل. ماشي. احسن اداره القناه مشيني. ماشي. طيب خليني ابدا معاك كده. قراءه في المشهد الاعلامي طوال 6 سنوات مضت. شايف المشهد كان ازاي ثم بقينا ازاي؟ طيب. تعال نتكلم على المرحله الاولى في المشهد اللي انت بتسميه احيانا وبيعجبني الخريطه الاعلاميه. الخريطه يا استاذ محمد هي انعكاس لمتغيرات ومدخلات كانت موجوده، تعامل صوتها مع بعض وانت جوه الحقل الاعلامي. كان عندك بقايا اخوانيه اعلاميه متغلغله في كافه وسائل الاعلام. كان عندك حصار وضرب اعلامي دولي بكثافه غير عادية، كلمة غير شرعية والكلمات اللي تعرفها المصطلحات الإخوانية. صحيح. إذا كان عندك هجمة إعلامية دولية يا أستاذ محمد. صح. ثم كان طبيعي، كان طبيعي كرد فعل لهذا إن يكون عندك إعلام مجند، ونقف قصاد كلمة مجند. نعم. ليه؟ لكي يحقق ما نسميه وكان مطلوبا في هذا الوقت الاصطفاف. الاصطفاف. هذا الاصطفاف أدى شئنا أو لم نشأ إلى درجة عالية من التشابه، من التشابه في اللغة والتوجه، خلاص؟ فإدى انطباع بأن الإعلام وان واي في اتجاه واحد. صحيح. كان هدفه، وأنا أوافق علي في هذه اللحظة، الحفاظ على الدولة، لأن أنت تعلم كما يعلم أي أحد النظام الإعلامي يا سيدي هو جزء من النظام العام في الدولة. هل تنكر معي أن أول سنة وتاني سنة أو أول سنة على الأقل مع مجيء سيادة الرئيس وقبل مجيئه بشوية، ألم تكن مصر كلها كما قال بجيلي جيلي جيلي جيلي؟ أنت كان عندك دولة بتنهار يا سيدي، فكان طبيعي أن الإعلام، يعني الإعلام هنا هيحسب له في المرحلة يا محمد، خلينا نكون صراحة، أنه استجاب لثورة شعب ولإرادة شعب واندفع لساند في هذا الاتجاه. دي المرحلة الأولى من هذه من هذا المشهد. شاء المولى عز وجل إن طبعا خد بالك بقى
ايه العواقب اللي كانت في هذا الامر يا سيدي؟ انه اكيد مساحة الاعلام المضاد المتنوع الممول بسخاء كانت له مساحة وجود في حياة الرأي العام المصري. لا 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 نستطيع ان ننكر هذا على الاطلاق. اللي هي قنوات المعادية للدولة المصرية من الخارج. تماما. وعلى فكرة وقطاع كبير من المواطنين كانوا بيشوفوها وجزء لا يزال يرى. ولا وحاجة كمان اوعى تنسى المساحة المتسعة للسوشيال ميديا. صحيح. طبعا دي كانت اكثر تأثيرا واكثر تغلغلا وعملت ما نسميه محمد خلخلة في المزاج العام. الامر اللي اثر على الامن القومي عندي حكمة بتقول الأمة اللي مزاجها النفسي معتل أمنها القومي مختل. طيب. المزاج العام يا محمد. إذا كان ده حصل دكتور سامي في الفترة الأولى وقابلناه بسبب العداء من الخارج للدولة المصرية. لماذا استمر أيضا غياب الرأي الآخر لفترات طويلة عن إعلامنا؟ أقسم لك أنني أبرئ الرئيس السيسي من هذا. أقسم لك ولكن وحكون أمين معاك بعد من تولوا المشهد الإعلامي كانوا ملكيين أكثر من الملكية نفسها. طيب أنا هتوقف عند ده وأروح لإعلام الدولة الرسمي. كويس. هل الدولة الآن بحاجة لإحياء إعلامها الرسمي؟ يعني ينبغي للدولة المصرية أن يكون لها إعلامها القومي؟ محمد مفيش دولة في العالم يا فندم، مفيش دولة في العالم ملهاش إعلامها الرسمي القومي مهما كانت مسمياته ومهما كانت تبعاته أو أنماطه. طب عفوا هل هو يبقى الصحف القومية والتلفزيون الرسمي تلفزيون مزبيرو ولا صحف خاصة وقنوات خاصة؟ على فكرة كل بص مصر محتاجة سفرة متنوعة يا أستاذ محمد، سفرة متنوعة. أنا مصنع القرار يعني ده يروح لصنع القرار. أنا بص صنع القرار هقول لك هستغل كلمتين قالهم الرئيس السيسي في أكتر من مرة هفكرك بيهم. الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات قال حاجتين أنا متوقف قدامهم. الأولى لما قال نحن مقبلون أو نحتاج الى اعلام متطور مهني وعلمي. خليك معايا في الحته دي. مهني وعلمي. مهني ماذا يقصد بيها الرئيس او انا هفسرها ازاي؟ ان يكون عندك كوادر اعلاميه سواء بتشتغل في الاعلام الدولي الرسمي او في الاعلام الخاص لازم يكون عندك كوادر مهنيه. طب لما اتكلم على كلمه علميه معناها ان الراجل عايز يقيس الاثر اللي بيتحقق. اوكي؟ هل يا ترى في مصداقيه؟ في فعاليه ولا ما الشركه اللي بتقيس الاثر ده اختفت دلوقتي؟ ما هو ده سؤال بقى يبقى لازم نرجع لهذا. طيب سي محمد انت جالك لا اسمح لي وزي ما انت ذكرت جمله للرئيس السيسي عن الاعلام اذكرك بجملته الاشهر انه كان يحسد الرئيس عبد الناصر على اعلامه. انا برضو مش عايز محمد اقارن جيل مش عايز اقارن مرحله بمرحله. أنا بس عايز أقول لك ثلاث نقاط مهمين جدا عشان أفتكر بقى. الرئيس السيسي في آخر منتدى شبابي يا أستاذ محمد استخدم مصطلح أنا توقفت أمامه وأتمنى أن يستمر. أفكرك بيه لما قال إيه؟ فضل. لما قال أنا بقالي ثلاث سنين أو أربعة بقول اسأل الرئيس. فاكر؟ يومها قال طب إيه رأيكم بقى؟ أنا عايز أقلبها وأقول الرئيس يسأل. أستاذ محمد أقسم بالله لو أن لديك الحس الذكاء الإعلامي ولقط جملة الرئيس يسأل لكان شكل الإعلام في مصر اتغير. لسبب يا أخي هديك مثال. هو لما الرئيس طلع وجه بجرأة قرارات الإصلاح الاقتصادي وطلع قال إحنا ما عندناش وقت لخداع الناس ولا الضحك ولا الوهم ولا نبيع الوهم للناس. ماذا حدث يا سيدي؟ ماذا حدث؟ الدولة خدت قرارات والرأي العام رغم قسوته قسوة الفاتورة خد بالك تحملها. طيب أنا بقى عايز أقول لك الآتي أرجوك خد مني دي بقى من قلبي في 30 ثانية. حاضر يا فندم حاضر يا فندم حاضر يا أستاذ محمد. النهاردة كورونا دي أنا بعتبرها نقلة
نقلة في حياتنا وفارقة. التعامل مع بعد كورونا يا محمد يا علي يا خير يحتاج لاستندات مختلفة في ظل رمادية الصورة والمجهول. أليس النهاردة مصر في حاجة إن يتفتح قنوات وآراء وأفكار متنوعة؟ أتفق معاك طبعا. مع السيناريوهات دي لسبب، اديني كمان 30 ثانية. الرئيس السيسي الرئيس الوحيد المجرد من أي فواتير سابقة، وهو قال كده. وآخر سؤال، ما هو المصير المثالي للمؤسسات القومية والصحف القومية في 30 ثانية؟ أرد عليك وأقول لك ليست القصة في التغييرات، ولكن ما أتمناه إذا طبق أسامة هيكل الوزير الدولي الإعلام والصديق ما أعلنه من أنه ستكون هناك معايير ضابطة وليس هناك مجاملة. هطرح عليك اقتراح أخير، خذ وتبناه معايا. عايز أجيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية يا أستاذ محمد، مش كده؟ إيه المانع لو أن هناك مساحة من الزمن قلت تعالوا اللي عايزين ترشحوا نفسكم قدموا لي كرؤساء مجلس إدارة تصورات خطة تطوير هذه المؤسسة إداريا واقتصاديا، وتأتي لجنة علمية محايدة يا أستاذ محمد تقيم هذا الأمر، وإن وجدت في من يتقدم مرتبط بالمعايير مع كل المفاهيم الأخرى هو ده اللي أجيب رئيس مجلس. خليني أشكرك أستاذنا الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام في تقييم للمشهد الإعلامي خلال 6 سنوات مضت من حكم الرئيس السيسي. فاصل قصير ونرجع نكمل. الفرق بين الإيمان وعدم الإيمان إيه؟ يتأسس على فهم حقيقي للقضية، فاللي فهم كويس آمن، واللي كان مشوش لأي أسباب أخرى في وقته ما آمنش. احشدوا الفهم، احشدوا الوعي. كل اللي أنت بتكلم ده في الوعي. أيوة أيوة أيوة، هي دي القضية، قضية الوعي. محدش يلخبطكم، محدش يشكككم، ما تقلقوش، بس خلوا الكلام اللي انا بقوله ده قدام عينيكم كده، كلكم كده. طب الشويه اللي لوحدهم براحتهم، بكره الايام تاكد لهم ان ده الصح ان شاء الله. في الجزء الأول من الحلقة اتكلمنا على أن هناك قاسم مشترك لأي حاكم في العالم، بيبقى عنده وظيفة أساسية غير التحديات أخرى اللي بتقابله، ألا وهي الرفاهة أو الرفاهية لشعبه، أو لو شعبه فقير يقلل مساحات الفقر، يوفر فرص عمل، يحافظ على استقرار العملة المحلية، ينشط صادرات. ده ملف كله سميه تنمية اقتصادية أو الاقتصاد. كيف أدار الرئيس السيسي اقتصاد مصر خلال 6 سنوات؟ إيه ملامح الاقتصاد في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات التي مضت؟ معايا على التليفون الأستاذ الدكتور أحمد جلال، أستاذ الاقتصاد وزير المالية الأسبق. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. في البداية وإحنا بنتكلم على 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي، يهمني قراءة حضرتك للحالة الاقتصادية المصرية طوال 6 سنوات. كيف أدارت الدولة الاقتصاد المصري طوال هذه السنوات الست؟ أولا أنا تابعت الحلقة من البداية، والعرض اللي حضرتك قدمته في الأول شديد التوازن الحقيقة. أشكرك. يعني بيبين الإنجازات، ومحدش يقدر ينكر هذه الإنجازات، لكن في نفس الوقت أيضا بيعبر عن طموحات مش بس حضرتك، طموحات كل المصريين. ولفت نظري أيضا أن حضرتك استخدمت تعبير الدولة المصرية، لأن إحنا مش في موقع يعني عايزين نحاكم الرئيس أو أي حد ما صحيح صحيح، لأنه ما يحدث صراحة نتيجة جهود كثير من الناس،
في مواقع مختلفة. وأنا أعتقد بصراحة شديدة يعني أنه ظلم للرئيس أن نحمله وحده كل ما يحدث في مصر اقتصاديا وسياسيا وغير كده، كل الفواتير الاقتصادية، كل الفواتير الاقتصادية وغير الاقتصادية بالمناسبة يعني. فأنا أعتقد أن العبء لازم يبقى على أكتاف الجميع، وأن كل الآخرين يبقى كل حد بيقوم بدوره. على كل حال نرجع لسؤال حضرتك بالتحديد، المشهد المصري طبعا فيه إنجازات زي ما حضرتك قلت، وأنا بتصور أن يمكن إنجازها في ثلاث حاجات. يعني طبعا المشروعات كتيرة قوي، لو الواحد عد المشروعات مش هيخلص، فهو الأفضل الواحد يبص لها بشكل تجميعي إذا صح التعبير. أول إنجاز في تقديري بالنسبة للاقتصاد هو الاستقرار السياسي. يعني أنا مش متصور أن في اقتصاد ما ممكن يقوم في إطار زعزعة داخلية وعدم أمن وعدم استقرار، وأنا أعتقد أن ده كان شديد الأهمية لبداية أي إصلاح من أي نوع آخر. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي فكرة زي ما حضرتك برضو أشرت، الإصلاح الكلي، يعني مجموعة الإصلاحات اللي كان عندنا، الموازنة العامة ومثلا المدفوعات وسعر الصرف، كل حاجة مش في محلها ومشوهة، والحقيقة شديدة الضرر ولا تحتمل وكانش ممكن تستمر. فده تطلب قدر من الشجاعة، وأنا أعتقد أن اللي حصل كان ضروري وإن كان مؤلم الحقيقة. اللي هو الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاقتصادي الكلي. وبالمناسبة أنا عايز أركز على النقطة دي، لأن أنا عايز أقول أن الإصلاح الاقتصادي اللي عملناه ده إصلاح جزئي، ده إصلاح بيسموها التوازنات الكلية في الاقتصاد. نعم. إنما ما هي، لكن ما هوش الإصلاح الهيكلي، ما هوش الإصلاح اللي بيساعد على عملية النمو، ما هوش الإصلاح اللي بيتعامل مع مشاكل العدالة وعدم العدالة وأشياء أخرى. فكلمة الإصلاح الاقتصادي هي إصلاح كلي اقتصادي، خلينا بس نحددها بهذا الشكل. أنا بتصور أن الإنجاز الأخير والمهم جدا هو مجموعة البنية الأساسية، لأن الاقتصاد لا يستطيع أن ينمو بشكل دون بنية أساسية، فرص وظائف عمل وهكذا. صحيح. من غير بنية أساسية. فدي إنجازات الحقيقة ما فيش حد يقدر ينكرها، والدولة المصرية والحكومة والرئيس طبعا على رأسها يستحق كل تقدير. وزي ما حضرتك بقى من الناحية التانية أشرت، الطموحات أعلى من كده بكتير، وتتعدد بقى الحاجات، يعني ممكن الواحد يقعد يتكلم بالصف. لا تعالى مثلا أسأل حضرتك على استمرار الإنفاق على المشروعات الإنشائية، هل تنصح به الفترة القادمة ولا يقل الضخ المالي ليها مثلا؟ هو انت عارف الناس مفروض يبقى عندها، لازم يبقى عندنا تصور ما لإيه اللي محتاجين نعمله، ترتيب أولويات علشان نساعد الناس. ونساعد الناس ازاي؟ اصل هي كلمه عامه قوي، انما انت عايز تساعد الناس في الاخر ويحسوا بقيم بفائده هذا الاصلاح. ومداخل الاصلاح هي النمو، لان ده اللي بيخلق فرص عماله، نمو بشكل معين. الجانب الثاني هو جانب العداله الاجتماعيه، وده ليها على الاقل، على ترى العداله الاجتماعيه تحققت في بعض الصور زي التكافل وكرامه، مشروع 100 مليون صحه، اسكان اجتماعي. أنا بسميها الحماية الاجتماعية وليست العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية أوسع شوية وبيرتبط بتكافؤ الفرص. يعني لو أنا اتولدت في الريف وما عندناش لا صرف صحي ولا مية وما عندناش كهرباء وما عندناش فرص تعليم وأهلي غلبانين، فرصتي في أني أحصل على كل الفرص الأخرى سواء عمل أو ترقي في السلم الاجتماعي أو كلها بتبقى محدودة للغاية. فالمسألة ليست أني أعمل تكافل وكرامة وأني أقلل يعني عبء الفقر على بعض الفقراء، لأن حتى هذا البرنامج لم يصل لكل الفقراء، وزاد عدد الفقراء عندنا من 27%. طيب ما الذي تأمله على المستوى الاقتصادي فيما تبقى من الفترة القادمة من حكم الرئيس السيسي؟ أنا بتفق مع حضرتك كثيرا جدا في أن الإصلاح السياسي هو مفتاح الإصلاح الاقتصادي. ليه؟ لأنه أنت عايز تنوع في الأصوات، وأنت عايز تغربل الأولويات، وعايز تختار حاجات معينة بدل حاجات تانية بتلبي مطالب الناس، وبالتالي
فالإصلاح السياسي مفتاحها هو الإصلاح السياسي محوري أساسي للإصلاح الاقتصادي. بالنسبة للإصلاح الاقتصادي بقى خليني بس أنقل على النقطة دي. فضل. مسألة النمو مثلا أنا أعتقد أن احنا في الفترة اللي فاتت ركزنا كثيرا على الحاجات اللي ممكن تتلمس، يعني طرق وكباري وأشياء من هذا القبيل. الدول بتنمو ليس فقط بأنها تعمل مشروعات وإنها بتعمل طرق وكباري، وإنما بمجموعة السياسات. يعني أنت زي ما يكون عندك كده نموذجين للنمو، واحد بالمشروعات واحد بالسياسات. عادة الناس بتستجيب للسياسات، يعني زي الـ لو أنا عايز أدخل كلية معينة وبيقولوا لي إن أنا عايز محتاج أجيب مجموع معين، يبقى في معيار أنا يعني يتحدد ليا يخليني أروح في الحتة الفلانية. هذا الكلام بينطبق بقى على الزارع وعلى الصانع وعلى المستهلك وعلى المنتج. السياسات هي اللي بتوجه سلوك الناس، سواء كانوا مستثمرين أو عمال أو صحيح في اتجاه معين وليس اتجاه آخر. طب دكتور أحمد، ما هو أكبر تحدي؟ تفضل. أنا إحنا ما اشتغلناش في تقديري على السياسات، اشتغلنا كتير على المشروعات. الفترة القادمة إذا عايز أعمل تقدم حقيقي لازم أعيد النظر في السياسات المطروحة تقريبا في كل القطاعات. ممكن ناخد حاجة صناعة مثلا حضرتك أثرتها، ممكن نرجع لها بعد دقيقة واحدة. طيب أنا بس النقطة الثانية اللي أقل أهمية في هذا الإطار هي فكرة دور الدولة. هو دور الدولة إيه بالضبط الأيام دي؟ يعني يا ترى الدولة تقوم بالمشروعات بنفسها ولا تصنع السياسات وتراقب تقديم الخدمة وتتأكد إن بدلا من أن تقدم الخدمة أفضل من أن تقدم الخدمة. يعني مثلا في الكهرباء حضرتك وأنا بندفع كهرباء أكتر بكتير، مش بس أنا وإنت بس كل الناس يعني. طب يا ترى التكلفة اللي احنا بندفعها دي هي فعلا تكلفة حقيقية معيارية ولا بتغطي عدم كفاءة في تقديم الخدمة؟ اللي بيخليني أقدر إني أحكم على إن ده التكلفة اللي أنا مفروض أدفعها ولا لأ، إن بتعمل جهاز رقابي مستقل. ما عندناش هذا الجهاز الرقابي المستقل، عندنا جهاز رقابي لكنه ليس مستقل. دي الإصلاحات اللي أصعب شوية وسطل شوية زي ما بيقولوا، بس ده الاتجاه اللي احنا محتاجين نمشي فيه. نعيد النظر في دور الدولة ونعيد النظر في السياسات ونتأكد إنها بتحفز الناس على إنها تتجه مش للعقارات وإنما للصناعة نفسها. أنا بشكر حضرتك أستاذنا الكبير الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق. طبعا كل قامة من القامات اللي عملت معانا مداخلة، يعني الملف كله، كل ملف يحتاج حلقة كاملة، بس احنا حاولنا يعني نستمع لبعض الآراء بشكل شبه سريع. يعني معايا دلوقتي الأستاذ الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي المعروف، وعلشان يكلمنا عن السياسة، الأحزاب، البرلمان داخل مصر خلال الست سنوات التي مضت من حكم الرئيس السيسي. مساء الخير دكتور أسامة. مساء النور، أهلا وسهلا. بص احنا وقتنا بقى فيه 12 دقيقة زي كل ضيف، هنكثف الأسئلة وناخد إجابات، ماشي كده؟ اتفقنا؟ تمام. بناء دولة المؤسسات، أو أنت ترى أن الدولة نجحت في بناء مؤسساتها طوال الست سنوات التي مضت، ثم ما مدى فاعلية هذه المؤسسات؟ شوف هقول لك حاجة، هو كلمة الدولة هنا مش معاها، مش فقط معناها الحكومة، معناها الحكومة هو أيضا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. صحيح. يعني كل المؤسسات الفاعلة في الدولة المصرية. قطعا هناك بعض الإنجازات السياسية المهمة التي كان لابد أن تحدث حتى يمكن بناء أي شيء. أنا أعتقد أنه أهم منجزات السياسة الداخلية بلا شك كان هو القضاء على الإرهاب الذي هدد كل نواحي الحياة في مصر بلا صحيح شك. ونحن يجب أن نتذكر الأيام يعني الذكريات غير السارة عن عمليات الإرهاب التي كانت تهدد المجتمع المصري وتهدد المصريين في كل أنحاء مصر، والقنابل المتفجرة والعبوات الناسفة وكل هذه الأيام المؤلمة، يجب أن لا ننسى هذا.
طبعا القضاء على الإرهاب كان أحد أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق الاستقرار اللي هو مهم جدا، وكما قال فورا الأخ العزيز الدكتور أحمد جلال الأمنية لأن مسألة الاستقرار السياسي دي مسألة أساسية جدا لأي نوع من الإنجاز الاقتصادي اللي هو يسمى في الحقيقة عصب الإنجازات في عهد الرئيس. إذن أهم حاجة كانت هي تحقيق الاستقرار، وهذا الاستقرار تم في الحقيقة بعد جهود صعبة ومش سهلة، وقدمت فيها مصر وقدمت الدولة المصرية وقدم الشرطة المصرية والجيش المصري عديد من الشهداء الذين نتذكرهم دائما لأنهم أسهموا في القضاء على الإرهاب وتحقيق هذا الاستقرار. إذن قطعا دي تعتبر أول حاجة لا يمكن نحن ننساها خالص. المسألة دي ملهاش فقط أهمية سياسية، ولكن أهميتها طبعا ترتبط برضو كما قال الأستاذ أحمد جلال بأهم مصدر لدخل في الحالي في مصر وهو السياحة. السياحة المصرية تأثرت تأثر بالغ جدا جدا بالإرهاب، اللي هو في الحقيقة بمجرد ما تحدث حادثة بتعمل تأثيرات كارثية في هذا المجال. إذا السياسة مسألة القضاء على الإرهاب ومسألة تحقيق الاستقرار السياسي ليست مجرد هدف في ذاته، ولكنه هدف يخدم ما هو أكثر أهمية وهو الاقتصاد المصري. خلينا نقلك بقى على الحالة السياسية المصرية طوال 6 سنوات. ناس كتير ترى أن السياسة قد ماتت خلال السنوات 6 الماضية، لكن هناك مدارس سياسية ترى أن الدول اللي بتواجه تهديدات خطيرة تمس قوامها بتلجأ إلى تكفيف السياسة والحريات. شوف، هذا حدث خلاص، إنما قطعا أنه لا بد من أن هذا الوضع يتغير، لأن ده هو المنطق الأشياء، وأنه بعد ما تحقق هذا الاستقرار الاقتصادي وبعد ما تحقق الاستقرار الأمني لا شك أن احنا في حاجة إلى نوع من الإصلاح السياسي القوي والإصلاح الديمقراطي اللي جوهره في الحقيقة هو إحياء الحياة الحزبية. مصر يجب أنها ترجع وتشوف التعدد الحزبي الحقيقي، لأن النظام السياسي المصري وفق الدستور المصري قائم على التعدد الحزبي. الأحزاب السياسية في مصر الآن هزيلة للغاية، بس للأمانة ليست هذه قطعا فقط مسؤولية الدولة ولا الرئيس السيسي، دي مسؤولية الأحزاب السياسية المصرية كلها. أنا أتساءل أين الأحزاب المصرية؟ أين اليمين؟ أين اليسار؟ أين الوسط؟ أين كافة الأحزاب التي تصغر بها المؤتمرات النظم السياسية الديمقراطية في العالم كله؟ النظام السياسي المصري وفق الدستور المصري قائم على التعدد الحزبي. أين هذا التعدد الحزبي؟ ما فيش أحزاب سياسية. طبعا ده بتعمله الدولة أو بيعمله الرئيس؟ لا طبعا لا، والرئيس دايما في الحقيقة بالأمانة قال دايما اعملوا حال واعملوا كل حاجة، إنما قطعا لابد أن الدولة تساهم أكثر وأكثر في هذا. كلما كان هناك نوع من الانفتاح السياسي كلما كان هذا مسهلا أكثر لعملية الإصلاح وبناء الأحزاب وفاعليتها. طبعا أكرر مرة أخرى أن قطعا مسؤولية الأحزاب السياسية، إنما قطعا الدولة يجب أن تعطي إشارات مطمئنة إلى أن هناك ترحيبا بالتعددية السياسية، ترحيبا بالحرية السياسية. طيب أين اختفت يعني المعارضة ولماذا اختفت المعارضة طوال سنوات 6 مضت؟ لا شوف، اختفاء المعارضة قطعا زي ما قلت لك مسألة يمكن تفسيرها بعامل واحد فقط. هناك عوامل ذاتية في المعارضة نفسها، هناك عوامل في الدولة المصرية نفسها. نعم. والدولة المصرية من الأنبا، احنا دلوقتي بنتكلم عن 6 سنوات على عهد الرئيس السيسي. نقول انه لابد ان يكون هناك نوع من الانفتاح السياسي الذي يشجع هذه المعارضة، الذي يشجع هذه الأحزاب. واخد بالك؟ خد بالك يا عبد ان انا يعني تشرفت في الحقيقة في بداية عهد الرئيس السيسي وبتكليف منه برئاسة اللجنة الخاصة بالإفراج عن الشباب المعتقلين بعد ما حضرنا المؤتمر الأول في شرق للشباب. صحيح، المؤتمر الأول. خد بالك، وهذا المؤتمر كان من أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي، مؤتمرات الشباب، ولو إنها في الحقيقة في الفترة الأخيرة لم يعد لها نفس القيمة القديمة، وأنا أدعو إلى عودة الاهتمام بها. أنا فاكر لما عملنا هذا اللقاء وكان في لقاء مع الرئيس، قال قدام اللجنة التي كانت مشكلة في ذلك الوقت، أنا رئيس مصر وكل شباب مصر أيا كانت انتماءاتهم هم أولادي، ومش ممكن يكون أي أب يرضى أن أي ابن من أبنائه يتعرض. ده كلام الرئيس السيسي ليك. نعم، كلام الرئيس السيسي لحضرتك.
لا مش اللجنه كلها، انا واللجنه زملائي في اللجنه. نعم طبعا. هم ليه ماذا كانت النتيجه على الارض دكتور اسامه؟ بص هقول لك حاجه، النتيجه ان احنا عملنا هذه اللجنه وبالفعل درسنا حالات عشرات ومئات الشباب اللي كانوا معتقلين واللي كانوا يعني مقيد حرياتهم، وقدمنا قوائم كثيره. بعض هؤلاء الشباب خرجوا وبعضهم ما خرجش، المساله لم تكن بسيطه على الاطلاق، لانه خد بالك وكما ذكر الزملاء من قبل المسألة مش فقط الرئيس، فقط الرئيس هناك أيضا أجهزة أخرى في الدولة المصرية لها آراءها ولها توجهاتها. إنما قطعا أنا أقدر أقول لك أنه وبقلب مطمئن يعني أنه أن الإنجازات العملاقة في المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية لم يواكبها ما يمثلها أو ما ينبغي أن يتم على مستوى الانفتاح والديمقراطية. وأنا هنا مثلا أقول لك أن أنا أتمنى في هذه الأيام أن يحصل نوع من الانفراج السياسي الذي يتواءم مع الانجازات الاقتصاديه الجميله والعظيمه التي حدثت. انفراج سياسي متمثل في ايه؟ اديني خطوات كده. اقول لك حاجه، مثلا انا لا اجد اي مبرر حتى الان للاستمرار اعتقال واحتجاز اعداد كبيره من الشباب المصريين الذين انا اثق قطعا في كفاءتهم واثق في وطنيتهم. يبقى واحد الافراج عن عدد من الشباب المحبوس على ذمه قضايا الراي. طبعا طبعا، يعني مثلا اثنين محلي مثلا ما يخطر على بالي مثلا ناس خالد داوود، احمد دومة، يحيى عبد الهادي، اسراء عبد الفتاح، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح. هذه اسماء في الحقيقه قطعا هناك بعض الملاحظات لبعض الاجهزه الامنيه عليهم هنا او هناك، ولكن قطعا هم وطنيون، قطعا الافراج عنهم سوف يكون بادره رائعه. اذا ده احد المطالب اللي حضرتك بتطالب بها الدولة المصرية في السنوات المتبقية في الفترة الثانية من حكم الرئيس طبعا سيسي. شوف شوف مصر جديرة الآن أن تتحول إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي. بس في وجهة نظر دكتور أسامة بتقول لك إن في تهديدات خارجية كبيرة من الأربع أطراف الحدود الدولة، ده اللي مخليها الدولة المصرية تشدد قبضتها الأمنية. لا شوف أقول لك حاجة، بص شوف لا يمكن أن نقول أنه الخطر الخارجي يعني يكون حائل دون ان يكون الديمقراطيه. في الحقيقه هي عنصر تقويه لاي نظام سياسي في الدنيا، واخد بالك؟ الديمقراطيه هي اللي بتضمن التفاف الشعب كله حول القياده السياسيه، وبالتالي دعم الدوله المصريه في مواجهه كل هذه التهديدات بلا شك. وانا اعتقد ان الرئيس السيسي حقق من الانجازات العمليه اخواننا الانجازات الماديه ومشروعات البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه العملاقه والانجازات اللي حولها كل حته دلوقتي مساله كل انسان شايفها. ليه بقى لا نكمل هذا وبثقه شديده بمزيد من الانفتاح والديمقراطيه؟ لما نفرج عن هؤلاء الشباب المعتقلين، لما نفتح النطاق لحريه سياسيه وتعدد حزبي حقيقي يحدث في مصر، ومصر تستحقه. مصر على فكره ما هياش بلد حديثه، مصر 1800 حاجه و60 اول برلمان يعني بالظبط كده. ومصر حدث في فتره معينه نظام شهد في فترة من معينة من تاريخها. متفق معك وأضم صوتي لصوتك أستاذنا الكبير دكتور أسامة الغزالي حرب، وهو يقيم السياسة الأحزاب خلال فترة الست سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي، ويقدم أيضا ما يتمناه كأستاذ علوم سياسية وكباحث وكمهتم بالشأن العام. وأزيد عليه أيضا وأؤكد هو عودة للحريات، عودة للحياة السياسية، وأيضا الإفراج أو إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها بحث حالات الشباب المعتقلين على ذمة قضايا الرأي. الحلقة بتاعتنا النهاردة كانت مخصصة لتقييم ست سنوات من حكم الرئيس السيسي. حاولنا نعرض آراء متباينة تقدم رؤية متوازنة بين ما تم إنجازه وبين المأمول الذي ننتظره، ونشدنا أيضا الرئيس أو الدولة المصرية في قادم الأيام من حكم الرئيس السيسي بمطالب سياسية واقتصادية. كل الدعوات الطيبة لحضراتكم. حلقة انتهت معاكم، أشوفكم يوم الخميس القادم الثامنة مساء إن شاء الله. إن عشنا وكان لنا عمر، سلام عليكم.